عايز اكلم حضرتك برضو عن وانت في مشوارك التدريبي، عدى عليك حراس كتير سواء في انديه وفي منتخبات، مين ابرز الحراس اللي اتدربوا تحت ايد الكابتن ايهاب جلال؟ بص يا كابتن اسامه، انا بعتز جدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي؟ طبعا. محمد الشناوي انا مرنت حوالي 5 سنين، وسنه معاه كان في الحرس، يعني حوالي 6 سنين. حلو قوي، ده انت يعني ليك بصمه برضه على محمد الشناوي. الحمد لله. والشناوي كمان من 5 سنين فين؟ في قطاع الناشئين. في قطاع الناشئين كويس، وسنه في حرس الحدود. حرس الحدود لما مشي من الاهلي راح الجيش، ما كانش بيلعب، خدته انا عندي في حرس الحدود سنه، وكان هايل، كان عمل سنه رائعه. كنا مع كابتن حلمي طولان، وبعديها كنا عايزين نجيبه، بس طبعا الجيش عايز فلوس كتير، فراح بتروجيت قعد حوالي سنه برضه، وراح رجع النادي الاهلي. ده انا بعتز بمحمد الشناوي جدا. احمد عادل عبد المنعم برضه من نفس سن محمد الشناوي، بعتز بيهم جدا. ابو جبل في كان في انبي، وانا برضه اللي ملاعبه في انبي. يعني في كده اجيال. انت محمود حمدي بتاع المقاصه، انا برضه ان شاء الله انت ليك بصمه على الحمد لله في الكره المصريه. الحمد لله. انا برضه اللي خدته في المنتخب الشباب معايا مع كابتن ربيع. لا في ناس انا بعتز بيها، بس يعني اللي بعتز بيه جدا وبحس ان هو يعني قريب جدا ليا محمد الشناوي. يعني طيب ايه اللي اختلف في محمد الشناوي دلوقتي؟ محمد الشناوي يعني ما شاء الله، يعني طلع عرى، راح درب تحت ايدك في حرس الحدود، وراح بتروجيت، وطلع الجيش، وكان عنده اراده ان هو يرجع النادي الاهلي، حتى اصبح حارس مرمى مصر في كاس العالم. بص يا كابتن، كابتن اسامه، محمد الشناوي من دي طبعا يعني ابرز اللقطات وصدات محمد الشناوي في المباريات. طبعا. لا عنده مهاري عالي جدا، تكنيكه حلو جدا، ستايله حلو جدا. بدون قطع كلامك، في حراس مرمى مصنوعين وفي حراس مرمى موهوبين. صحيح. محمد الشناوي ايه؟ لا موهوب. موهوب طبعًا. عنده الموهبه الفطريه من زمان، من هو صغير، وتعلم كويس جدا في النادي الاهلي. كويس. يعني المدرب اللي علمه في النادي الاهلي علمه كويس جدا. يعني لما طلع لي انا في المسابقات ما حسيتش بيه في صعوبه معاه في الشغل، هو واحمد عادل للامانه يعني. كويس. الشناوي يعني مر بصعوبات كبيره جدا، مر باخفاقات كثيره جدا، مشي من النادي الاهلي. راح الجيش ما كانش بيلعب خالص. ويعني راح يعني بعد ما مشي من النادي الاهلي ما لعبش خالص، ما لعبش حوالي 3 سنين. شافني قال لي، كنا بنلعب الجيش احنا في ماتش كده ودي، فقال لي يا كابتن ما بلعبش وعايز العب. قلت له طب خلاص يا شناوي، انا ايه هاخدك عندي في حرس، بس هكلم رئيس النادي والمدير الفني لا ده خلي بالك انا عايز اقف عند النقطه دي. يعني انت النهارده دي نقطه ما ينفعش ان احنا نعديها، وهو موجود في طلاع الجيش وما بيشاركش وفي احد المباريات، وانه يتقابل معاك وانت النهارده بتتوسط له عند الاداره في النادي وتاخده حقيقة. معاك ويبدا معاك صفحه جديده من الاول خالص. طبعا. فدي حاجه تحسب طبعا، دي حاجه يعني يتعلم منها الناشئ، يتعلم منها الناشئ والكبير كمان. ان هو الراجل ده مشي من النادي الاهلي، مش عارف يروح فين، مش عارف يعمل ايه، راح الجيش، قعد سنتين ما بيلعبش، وكان رقم 3 بعد عماد السيد وبعد بسام، هو رقم 3. ما بيلعبش خالص، حتى الماتش الودي ما لعبوش. فجي خدني على جنب قال لي يا كابتن ما بيلعبش عايز اشارك. وظروفه فعلا كانت وحشه جدا. خدته عندي، لعب سنه، قعدنا سنه كويسه جدا. بعديها فتحت معايا يعني الحمد لله يعني. وانا بعتز بالشناوي لان انا بحبه جدا، وهو يعني بتواصل معايا على طول. كويس. فالحمد لله ربنا يكرمه لان هو فعلا يستاهل. طب ايه اللي اختلف في شخصيه الشناوي دلوقتي بعد ما اصبح قائد بين النادي الاهلي؟ واحد يعني من كباتن الفريق، وهو كابتن الفريق دلوقتي. صح، مظبوط جدا. وكمان كابتن منتخب مصر وقائد. هو برضه قائد كويس. هو اللي اختلف من الشناوي لان هو اتربى كويس في النادي الاهلي. وانا برضه انت دايما بتاكد على حته التربيه جوه النادي الاهلي. لازم. ده مهم جدا، لان انا كابتن اسامه مرنت في حتت كتير. وشفت الفرق بين النادي الاهلي واي حته تاني بالنسبه للناشئ يعني. بتختلف تماما، مختلفه تماما. النادي الاهلي مختلف تماما عن اي نادي صراحه يعني. اللي انا شفته واللي انا اتعاملت مع الاولاد. فالشناوي اتربى كويس في النادي الاهلي. فبالتالي بالتبعيه. حتى لما بياخد منصب قيادي ما بتبقاش بعيده عنه، ما بقاش صعبه بالنسبه له. فما الشناوي طول عمره ما كانش كابتن فرقه. بس لما ابتدى يلعب وياخد قياده الفرقه ودرجه اولى النادي الاهلي، درجه اولى ومنتخب مصر، دي شيء كبير جدا وشيء تاني خالص. فاضطر ان هو ياخد القياده، ما بقتش صعبه عليه لان هو متعود على كده، متمرس على كده، متمرس في النادي الاهلي على كده. زي حسام غالي، زي اسامه حسني، زي عماد متعب، زي الناس دي كلها اتربت في النادي الاهلي. ففاهمه يعني ايه النادي الاهلي. طبعا تربيه النادي الاهلي بتبقى غيره يا كابتن. تماما. وانا بصراحه ما بشوف حد من النادي الاهلي
الامور بتبقى سهله جدا بالنسبه لي. طيب شفت الشناوي برضو اتطور الفتره اللي فاتت في ركلات الجزاء، ضربات الجزاء بشكل كبير، يعني نشوف ان مكسب النادي الاهلي في كاس مصر لما طلع الجيش طبعا، بنشوفه كمان في المركز الثالث امام بالميراس البرازيلي حقيقة. هو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى صحيح. الدور الرئيسي محمد الشناوي. الشناوي بص يا كابتن كل ده بتيجي من شخصيه الشناوي. شخصيه الشناوي هي كده، الراجل ابتدى ياخد خبره كبيره، الناس بتسنده وهو بيساعد نفسه، ده مهم جدا يا كابتن اسامه. يعني هو بيساعد نفسه والناس بتساعده، ده مهم جدا، عشان كده الولد بيطور من نفسه كبير جدا. الشناوي ابتدى من خبراته وعدد ساعات الكتير اللي لعبها في النادي الاهلي ومنتخب مصر بتساعده ان هو خلاص هو مش محتاج ان المدرب يقول له اعمل كذا. طب ايه اللي انت شايفه يا كابتن ابو، انت مدرب كبير، الامور الفنيه اللي اتطور فيها محمد الشناوي خلال الفتره السابقه دي اللي وصلت محمد الشناوي دلوقتي لما اي حد حتى لو حارس مرمى الفريق المنافس ويطلع ويقول يقول لك رقم واحد محمد الشناوي في افريقيا محمد الشناوي، ايه الامور الفنيه اللي وصلته للدرجه دي؟ الامور الفنيه تحت التلات خشبات زي ما بقول. ليه يا كابتن اسامه؟ لان هو اشتغل من هو صغير صح. عارف انت لما بيقول لك مثلا ايه، حافظ على نفسك وانت صغير عشان لما تكبر تبقى عجوز ما تبقاش مشكله بالنسبه لك، فهي صعوبه بالنسبه لك. فهو الشناوي كده اتمرن كويس جدا، موهبه عاليه جدا، تكنيكه كويس جدا، اتمرن بقى على موضوع حراسه المرمى، ازاي يقف، المدربين اللي اشتغلت معاه علمته ازاي يشتغل، ازاي يعمل، ازاي يروح فين، يجي منين، كل ده حاجات بتبقى جوه المخ عند الحارس بتطلع واحده واحده مع الخبرات. يعني الشناوي كل اللي بيعمله دلوقتي بيتمرن كويس، مخزون قديم من مخزون قديم، برافو عليه، مخزون عنده، خبراته مع المخزون ده بتطلع. شاف انت الشناوي دلوقتي